السلام عليكم، يلا نبدأ يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الأول يا أولاد كده بالهوم ورك، نحل مع بعض الواجب. في ناس غلطت، أنا بصيت على الواجب، في ناس غلطت في حاجات بسيطة والمعظم حل كويس يعني، وفي ناس طنشت ما حلتش خالص. هنتواصل مع ولي أمرهم، محدش يزعل بقى من الحكاية دي. إحنا هنكلم ولي الأمر لأن إحنا يعني ربنا العالم، إحنا بنخاف عليكم قد إيه وعايزين مصلحتكم قد إيه، فمحدش يزعل من ان احنا بنهتم. المفروض دي حاجه ما تزعلكش. انا شرحت وتعبت وانت فهمت الدرس وسالت على اللي انت عايزه وفهمت اللي انت عايزه، يبقى المفروض ان انت تعمل اللي عليك بقى وتحل الهوم ورك اللي خدته، وخاصه ان انا عامل لكم اسئله جامده حلوه قوي، يعني يا ريت الكل يكون حل. نبدا بقى يا شبابنا كده، حد عايز يقول حاجه قبل ما نبدا؟ ولاد انتوا سامعيني يا ولاد ولا انتوا مش سامعيني؟ سامعينك. طيب نبدا الامتحان كده، الواجب الاول. مفيش حاجه. I not to know. أول سؤال يا أولاد، I don't to know. Wanted to ask. Him and not him about his name. Wanted asked ولا نختار الاختيار بي، wanted was asking، wanted ask ولا was wanting asked. نختار يا شباب. Wanted asked. طيب انا حتى عملت لكم ريكورد كده على الجروب، قلت لكم خدوا بالكم ان وونت من الستيت فيربس، من افعال الحاله، ما ينفعش اقول ووز وونتنج خالص، عشان ممكن واحد يقول لك ايه، انا كنت عايز اعرفه عشان كده سالته على اسمه. لا، كلمه وونت اصلا ما بتجيش في الاستمرار لان ده فعل من افعال الحاله. الناس كلها فهماني تمام كده يا شبابنا؟ تمام. طيب السؤال اللي بعديه، he not to another school last year. Went. تمام. كلمة last year واضحة قوي إنه بيتكلم على حاجة في الماضي، يبقى he went. حاجة مش سهلة دي. السؤال اللي بعديه، while Steve not a documentary. أثناء ستيف ما كان بيتفرج على فيلم وثائقي. Was watching film. نختار يا ولاد بقى. Watching film. عايز اسمعك كله كده. تمام. Was watching. ده ماضي مستمر أثناء ما ستيف كان بيتفرج على برنامج وثائقي. هي فيل ستيف. طبعا انتوا خدتوا while المرة اللي فاتت، احنا بنراجع الجرامر اهو. خدنا ان وايل بيجي بعدها ماضي مستمر وفي الاخر ماضي بسيط. طيب اتفضلي يا حبيبتي قولي. فلت يعني التصريف ده مش تصريف تاني، فلت ايه؟ فلت اف اي ال تي. ده فلت اف اي ال تي يا حبيبتي معناها شعره، لكن كلمه ينام ما اسمهاش فيل اسليب، لا اسمها فول. فول، بصوا يا ولاد معايا كده، ينام او واحد، عارفين لما واحد يسقط في النوم فجاه كده، دي اسمها فول اسليب. فول، والماضي من فول حضرتك فيل، اف اي ال ال، والتصريف الثالث فولن. لكن يشعر اللي انت قصدك عليها بقى، يشعر فيل، الماضي منها فيلت والتصريف الثالث فيلت. بس فيل دي ما بتجيش مع كلمه اسليب اصلا، اللي بتيجي مع كلمة أسليب فول أسليب، والماضي منها فيل اف اي ال ال اللي هي قدامك دي. فهمتيني كده حبيبتي؟ طيب السؤال اللي بعديه، لا انت قلت لي انت كنت محبط شوية. ايه بتقول ايه؟ حد بيقول حاجة؟ طيب the film wasn't very good. الفيلم ما كانش كويس. I not it very much. Didn't enjoy. انا سمعت واحد قال didn't enjoy it. صح يا ولاد؟ اقول didn't enjoy it ولا didn't enjoy. didn't enjoy.
enjoy. enjoy بس لان didn't بيجي بعدها المصدر الماضي البسيط بيتنفي ب didn't زائد المصدر. دي حاجات مهمه قوي في التاسيس ما ننساهاش. الباست سمبل الماضي البسيط اللي هو التصريف الثاني للفعل يستمتع enjoy الماضي منها enjoyed بس لما اجي انفي تبقى didn't واجيب المصدر ثاني enjoy بس. طيب السؤال اللي بعديه not you my friends while you not school. هل انت شفت did say did see did where going تمام did see راحت فين معلش السؤال راح فين did see where going هو بيعلمش ليه القلم ولا بتاع بتعلمش ليه ده مش راضي يعلم على دي ليه؟ مش معنى مش راضي يعلم على الإجابة الصح يعني. مستر ساعات بتحصل معايا. البتاع مش راضي يعلم، عمال يعلم على الاختيارات كلها ما عدا الإجابة الصح. مش معنى الإجابة الصح مش راضي يعلم عليها. ماشي المهم ان الاجابه did you see my friends احنا لسه ايه لما نيجي نسال على الماضي بنجيب did والفاعل والمصدر did you see my friends هل انت شفت اصحابي while you were going to school قاعده while برضو وجبنا قبلها ماضي بسيط اهوت بس سؤال did you see وبعدها ماضي مستمر where going انا عامل لها غلط لان انا مش عارف اعلم على الثانيه احسن حد يفكر دي الاجابه الصح الاجابه الصح اللي هي الاختيار سي اللي هي الاختيار بي اللي هي اللي مش راضي تتعلم دي السؤال اللي بعديه وي نوت هوم وين ذا اكسيدنت نوت اه نختار يا شباب ايه وير درايفنج هابند احنا كنا سايقين العربيه لما الحادثه حصلت حد عايز يسال اي حاجه في الاسئله دي اللي عايز يتكلم اللي حاجه مش فاهمها يقول لي وين جاي قبليها هنا وير درايفنج ماضي مستمر وبعدها ماضي بسيط انا قلت لك ان وين ممكن يجي بعدها ماضي بسيط وفي الاخر ماضي مستمر وممكن ماضي مستمر وفي الاخر ماضي بسيط ولو جت في النص قبلها ماضي بسيط وفي الاخر ماضي مستمر او العكس انا مسعد السؤال معلش اتفضل هي دي بتيجي يعني بنفهمها ازاي ايه ده قال وين وايلد يعني امتى مثلا افكر احط هنا ماضي بسيط وهنا انت افكر احط هنا ماضي مستمر حلو قوي دي انت بتعرفها ازاي شوف انت ربنا خليلك شوف الفعل اللي كان مستمر فين اللي الحاجه اللي كانت مستمره هنا ان احنا كنا سايقين ولا الحاجه المستمره ان الحادثه كانت بتحصل ايه الحاجه المستمره رد عليا ان احنا كنا سايقين ان احنا كنا سايقين يبقى هي دي اللي اجيبها في الماضي المستمر طب الحادثه وقعت دي استمرار ولا حاجه حصلت وخلاص فجاه ماضي بسيط دي حصلت دي يبقى انت بتعرف ازاي ان ده ماضي مستمر ولا ماضي بسيط من معنى الجمله يعني اما تيجي تقول while I was walking وانا ماشي in the street في الشارع I saw a thief شفت حرامي ايه الحاجه المستمره ان انا كنت ماشي يبقى was walking ماضي مستمر تمام وبعدين شفت دي حاجة حصلت فجأة ماضي بسيط so أنا دي واضحة حاجات سهلة دي طيب the teachers not around the table المدرسين كانوا قاعدين حوالين الترابيزة when I not the teacher's room لما دخلت الأوضة بتاعت المدرسين أول واحدة we're sitting and enter الحاجة اللي كانت مستمرة إن هم كانوا جالسين الحاجه اللي حصلت فجاه ان انا دخلت يبقى ده ماضي بس طيب هالا نوت تو لندن شي از ستيل ذير ما اعرفش ناس مش عارف ناس كتير بعتت لي على السؤال ده ليه على الرغم ان انا شايف ان مفيش حاجه هتبقى ما زال هناك has gone to ذهب وما زال بص يا ولاد عشان تو هيتكرر مرتين يا مستر اما تلاقي في الجملة كلمة she is still there she is still there يعني هي لسه هناك يعني راحت وما رجعتش ذهب واحد راح مكان ولسه ما رجعش يبقى has gone to
طب لو قال لك انها she has returned هي رجعت او now she is in Cairo دلوقتي هي موجودة في القاهرة يبقى نجيب has been to يعني هي كانت في لندن ودلوقتي موجودة في القاهرة لكن لما يقول لك she is still there هي لسه هناك يبقى راحت ولسه ما رجعتش مرة تانية ياريت نكتب احنا شرحناها وفي ناس لسه متلخبطة فيها ياريت نكتب has gone to ذهب وما زال هناك has been to ذهب وعاد واحد زار مكان راح ورجع خلاص طيب I knocked out of the window when the accident happened أنا كنت ببص من الشباك لما الحادثة وقعت I was looking تمام I think the waiter knocked us أعتقد أن الجرسون نسينا We not here for 30 minutes. Has forgotten have been waiting. أنا على فكرة عامل لكم أسئلة مش على اللي احنا خدناه الحصة اللي فاتت بس أنا عامل لكم أسئلة على الكورس من أوله. السؤال ده اللي عايز يفهم يركز معي لو حد مش فاهمها. الجرسون نسينا. نسينا دي حدث ما فيش فيه استمرار. مضارع تام يبقى has forgotten us. We have been waiting شوف الاستمرار بقى ينسى فعل ما تسيبنا كمل كلامي بس اما حد يخليني بلاقيني بتكلم ولا تسيبنا كمل كلامي عشان اوصل فكرتي للناس وبعدين يقول له هو عاوزه The waiter has forgotten الجرسون نسينا We have been waiting احنا قاعدين مستنيينه هنا here for 30 minutes قاعدين مستنيين بقى لنا نص ساعه والجرسون ما جالناش يبقى الحاجه اللي حصلت has forgotten مضارع تام الحاجة بقى اللي فيها استمرار ان احنا قاعدين بقى لنا نص ساعة ده have been waiting اللي كان عايز يتكلم بقى يتفضل دلوقتي يا مستر هو forget ينسى فعل لا يستغرق وقت طويل forget ينسى هو فين الاستمرار دي يا رب يعني اما تيجي تكون عايز فعل لا يستغرق فعل لا يستغرق وقت طويل ما فيش في استمرار ما فيهاش استمرار دي اما تيجي تقول انا نسيت كذا تقول I have forgotten وبعدين واضح قوي كلمة wait ينتظر هي دي اللي فيها استمرار يعني واضحة قوي مستر اتفضل معلش وانا لسه داخل الكورس متأخر ما حضرتش غير اول حصتين اكمل البث ولا احضر من الترتيب يا حبيبي احنا لسه ما خدناش حاجة اصلا يا الأولاد the bed was very uncomfortable السرير كان غير مريح I not sleep very well ها didn't ولا didn't السرير ما كانش مريح أنا ما نمتش كويس ده ماضي بسيط منفي جملة عادية في الماضي البسيط فيهاش حاجة سهلة دي what not you not last weekend انت did you do شايفين كلمه last weekend معناها الخميس والجمعه اللي فاتوا انت عملت ايه what did you do اما اجي اسال في الماضي البسيط بجيب did والمصدر يبقى did والمصدر هنا do he not me because he not to music through the headphone هو ما كانش سامعني او ما سمعنيش اخر واحده تمام didn't hear was listening هو ما سمعنيش عشان كان حاطط مزيق بتاع في ودنه السماعه في ودنه he didn't hear me because he was listening خدوا بالك يا اولاد ان في حته because دي عايز اقول لكم على حاجه بس تاخدوا بالكم منها وفي جزء كمان هناخده النهارده عليها برضو الحته دي كلمه because ممكن يجي قبلها past simple ماضي بسيط وبعديها ماضي مستمر وممكن كمان ودي لسه هناخدها النهارده الحته الثانيه دي ممكن because يجي قبلها ماضي بسيط وبعدها past perfect ماضي تام يعني ايه عايزين نفهم الامثله دي يعني بصوا قد معايا كده هديك مثال شبه اللي انت لسه حله في الامتحان دلوقتي he didn't open the door هو ما فتحش الباب ده ماضي بسيط منفي
because he was having a shower. لأنه كان بياخد shower. هو ما فتحش الباب عشان كان بياخد shower. هنا ال because بيجي بعدها السبب. السبب هنا حاجة كانت مستمرة. إن هو كان مستمر في أخذ الشاور عشان كده جبت was having ماضي مستمر. طب شوف الجملة التانية دي كده. لو قلت لك إيه؟ he didn't buy a mobile. هو ما اشتراش موبايل because he had lost his money. لأن هو فقد فلوسه. فلوسه وقعت منه. had lost his money. انا عايز اوضح لك الفرق بين الاثنين. ايه الفرق بين الاثنين؟ انا في الاولى جبت ماضي مستمر بعد بيكاز، والثانيه جبت هاد لوست ماضي تام. ليه؟ في الجمله الاولى كان في شيء مستمر هو ده اللي منعه من ان يفتح الباب. الحاجه اللي كانت مستمره دي was having a shower، جبتها في الماضي المستمر. زي ما انت تقول ايه، he didn't open the door او he didn't answer the phone، ما ردش على التليفون because he was praying، لان هو كان بيصلي. دي حاجه كانت مستمره منعته من ان يرد على التليفون. لكن في الجمله الثانيه he didn't buy the mobile، ما اشتراش الموبايل because he had lost his money، لان هو اصلا كان فقد فلوسه. الحدث الاول هنا ده حدث اول، ان هو كان فقد فلوسه الاول، فلوسه ضاعت الاول، يبقى السبب هنا حاجه حصلت الاول، حدث اول، عشان كده مش استمرار، لا ده حاجه حصلت الاول، عشان كده جبتها ماضي تام. حبايبي اللي انا بحبهم واخدين بالهم من النقط الفنيه الحلوه دي ولا هم في الطراوه مش معايا؟ ايوه تمام. اللي نرجع تاني كده للامتحان بتاع الهوم ورك. هي نوت نيد، احنا قلنا بقى الاجابه دي قلناها. طيب اللي بعديها بقى، نوت يو اني ثينج وين اي نوت يو ار did you do was calling ازاي بقى we're doing طيب فكر في معنى الجمله كده. اللي انا عايز افهم الناس اللي جاوبت غلط الاول، اللي عايز يقول did do، ينفع اقول هل انت عملت حاجه لما انا كنت بتصل بيك، ولا اقول له هو انت كنت بتعمل حاجه لما انا اتصلت بيك؟ مش انا هنا عايز اقول له هل انت كنت مستمر في عمل حاجه، عايز اتكلم عن استمرار، عايز اقول له انت كنت بتعمل ايه لما انا اتصلت بيك. يبقى انا بساله على حاجه مستمره، يبقى where you doing anything when I called you، انت كنت بتعمل حاجه لما انا اتصلت بيك كده. حد فاهمني؟ فاهم قصدي؟ ايوه تمام. طيب you not while I not، you played مع study ولا were playing مع studying ولا were playing was studying ولا were played playing was studying. هنا فعلين في الماضي المستمر. انا قلت لك while when ممكن يجي معاهم فعلين في الماضي المستمر، يكون الاحداث parallel يعني احداث متوازيه. يعني انا بقول له انت كنت بتلعب لما انا كنت بذاكر، احنا الاثنين مستمرين قصاد بعض، ما حدش فينا قاطع التاني. طيب the police not me on my way home last night، البوليس وقفني تمام. سيلفيا not when she not the DVDs، was running with drops. الأولى كانت بتجري لما وقعت الاسطوانات اللي معاها، وقعت منها. She was running when she dropped. طبعا حتة انها توقع الاسطوانة دي، توقع كده، دي حاجة ما بتاخدش وقت، وفي الاستمرار في دي، يبقى dropped ماضي بسيط. I'd rather she not go out. I'd rather شرحنا didn't. شرحنا I'd rather ده ماضي غير حقيقي. شرحنا حالات الماضي غير حقيقي. قلت لك اما اجي اديتك امثله، كتبت لك على ورق مثالنا، واحد بيقول لباباه كان يجو تو ذا سينما مثلا، ممكن اروح السينما، يقول له I'd rather you didn't.
او I'd rather you studied your lessons. افضل انت تذاكر دروسك. ساعة ما قلت لك انت لسه ما ذاكرتش ولا حاجة. بس باباك بيستخدم فعل في الماضي عشان هي القاعدة كده. I'd rather that فاعل زائد ماضي بسيط. شرحناها المرة اللي فاتت. طيب السؤال اللي بعديه. I not a novel while my mother not. Was reading was cooking. تمام. Was reading was cooking. انا كنت بقرأ رواية لما مامتي كانت بتطبخ.